السلام عليكم. كبداية السنة هاي شهر 11 الجاي بيكون مر سنة كاملة على تاريخ إعلان وفاتي. دخلت المستشفى بعد ما فحصني الدكتور الرابع، الدكتور الخامس، الدكتور السادس. دخل الدكتور ووجه ماما بكلمتين، قالها بنتك شهرين وتموت، مش هنقدر نعمل إشي، روحي. طبعا مين هاي الإنسانة؟ هذه أنا، هذه اللي كان ينحكى عنها. أنا اسمي آية، أنا فنانة تشكيلية، مصممة ديكور، وأهم حاجة في حياتي هي الرسم. أهم حاجة في حياتي إنه أنا أدخل السعادة بقلوب الناس. هاي هي حياتي. طبعا كل يوم كل أهالي غزة بيمشوا جنب أحد لوحاتي في أحد الشوارع، وهذا إشي بيخليني أنبسط إنه هذا بيأثر في حياة الناس. بتحبوا تسمعوا أي قصة فيهم؟ القصة الأولى ولا القصة الثانية؟ وأنا كمان بحكي هيك، الثانية أحلى. طيب أوكي، كبداية القصة الثانية كانت إنه أنا أول بدايتي أنا من عائلة جداً متكاتفة، من عائلة جداً جميلة. إخواتي كل واحد فيهم له موهبته الخاصة، وأنا واحدة فيهم، وهذا الشيء بخليني كتير أفتخر. من أم وأبو خلونا نكون ناس عن جد حق وحقيقي. هم مش بس أمنا وأبونا، هم أصحابنا كمان، وهدول هم الناس اللي بدعموني. كان أهم إشي حدد حياتي أوراق وأقلام، هم أول إشي دعموني فيها. كبداية كانت اللوحة تبعتي في أول يوم روضة هي سبب سعادة إنسانة وقفت لحتى تستقبل والدتي من عن باب الروضة. بنتك فنانة، ضلك معتنية فيها. وأنا كنت واثقة في والدتي، وهي كانت شالت الأمانة، هي ووالدي. كأول بداية تدريبي، والدي العزيز هو كان مهندس، كان بيدرب المعاقين حركياً لحتى يكونوا فنانين وحرفيين، وأنا كنت واحدة موجودة معهم. في هذا الجو كانت أول لوحة فسيفساء إلي وأنا بالصف السادس ابتدائي، تعاني وكانت مش جميلة، فبابا بكل بساطة رماها على الأرض. أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة كانت اللوحة رائعة لدرجة إنها عرضت في أحد أفخم جامعات غزة، وما حدش صدق إنه أنا فنانة هاي. كان أول دخولي في الجامعة هو أحد أهدافي، إنه أنا بدي أدخل فنون جميلة وأكون فنانة تسيب بصمة. وأول معرض إلي كان من النتيجة هاي. أنا كنت مصمم الديكور، بس الإشي السهل إنه أنا أدخل أصمم ديكور، بس الخيار الصعب اللي أنا وبابا اخترناه إنه إحنا نروح على الترميم، لأنه عشان اللي بعرفش ماضيه ملهوش حاضر وملهوش مستقبل. انطلقنا من خلال تدريبي الجامعي في أحد جامعات غزة، اللي أنا طبعاً بكنلهم تجربة جميلة جداً أنا ووالدي. في هاي التجربة الجميلة جداً كنت أنا والبنات، تخيلوا بنت في غزة تمشي وهي شايلة سلم وبتنتقل من بيت لبيت. كان كل يوم يفاجئنا بضيافية الشعب الفلسطيني، الشعور الجميل، الناس اللي بيستقبلوك بكل قلب رحب، ناس رائعين. حتى البيوت المهجورة كنا نلاقي فيها حاجات سربرايزز، يعني بتلاقي فيران وتعابين، بس بنفس الوقت إحنا سعيدين لأنه الناس سايبين لنا أثار جميلة، زخارف إحنا طول عمرنا ما شفناش حاجة زيها. وبنفس الوقت إشي وجعنا، كنت كل يوم أروح لبابا بصور أنا أتوجع إنه مش هقدر أودي هاي الحاجات للناس، مش هقدر أنقلهم لهذا المكان لأنه إحنا تعبنا وإحنا نوصل له. عملنا معارض في الجامعة الإسلامية، وكانت برضو من أحد وبجامعات غزة لتوثيق هاي العمائر، وكنت أنا أحد المدربين في هذه الجامعة مع والدي العزيز. ومن هنا عملنا أكثر من معرض، إلى أن إجت حكاية إنه بدي أبدأ معرض الشخصي، وانولد معرض قباب القدس اللي كان أحلى أحلى معرض إلي، اللي كان كله عمائر، الحاجات اللي أنا حبيتها، الكرانيش، الحاجات البسيطة، الفكر البسيطة اللي بتأثر في الناس، اللي بتوقفك لحتى تتطلع في أدق التفاصيل.
هذا كان هو إلهامي، كانت أحلى لحظات حياتي. دخلت في الدراما، كنت أنشط دراما في المدارس تبعت غزة، وكنت كل يوم أحس بالإلهام من خلال الأطفال. أنا إنسانة بتعشق ابتسامة بوجوه الناس، وأحلى إشي وأروع إشي لما تشوف ابتسامة بوجوه الأولاد. هذه أنا بعتبرها الحقبة الذهبية في حياتي. عملنا معرض قباب القدس، وزي العادة أجت الأوراق لتغير حياتي. في هذا اليوم تم استلامي لورقة جرحت قلبي، جرحت قلب عيلتي، غيرت من تاريخي. الدكتور بكل بساطة كان بيحكي إنه أنا عندي أورام سرطانية درجة رابعة. طبعاً شيء جداً مؤلم، بس الإشي اللي كتير فاجأ الدكتور وجودي أنا وأهلي لحتى نحكي له إنه إيش بدنا نعمل. العمليات أوكي، قلت له أوكي، بس بدي أطلب واحد، إذا فشلت العملية بدي تتبرع بأعضائي. طبعاً هذا مش سؤال، هذا ما كانش خيار. أنا شفت غيري بتعذب، فقلت حتى لو أنا فشلت قصتي بدي تنجح قصص الناس التانيين. وكانت العملية، ونجحت أول عملية، ونجحت تاني عملية، وكملت طريقي كيماوي إلى أن في يوم دخلنا بعد العمليات لأوتيل مرضى السرطان. أوتيل مرضى السرطان موجود في الداخل المحتل. هذا الأوتيل فيه مرضى من سن 0 لسن 80 سنة، أطفال. أنا توقعت في الأول أنه أنا وحيدة في هذا العالم، بس وجودي بين هذول الناس، الشيء الطبيعي كان أنه نعيش بطبيعية. إحنا كان الحوار تبع كيماوي هذا الشيء عادي، إحنا بنحكي كأنك بتاكل تشرب، كانت حياتنا عيش وملح كيماوي وألوان. كنا نرسم مع الأطفال، نضحك معاهم، كان أقل أحلامهم إنه هي تكمل دراستها، إنه تكون زيها زي أولاد الصغار، إنها تعيش بطبيعية، إنها ممكن حتى تشيل الكيماوي وتنطلق تلعب، تتحرر من القيود تبعتها. هذول الأطفال تبعوني، هذول هم رسالتي. اتوجهت لإشي تاني، برعت في وقتي اللي أنا كنت عندي طاقة فيه لمؤسسة بسمة أمل رعاية مرضى السرطان. في هاي المؤسسة لقيتها بتخدم المرضى، وهذا الإشي اللي كان يهمني، يهم أصدقائي. كنت كل يوم في هاي المؤسسة أشوف أطفال بكل بساطة بتعبر عن إنه هي نفسها تعيش، نفسها تضحك، نفسها ترسم، وهذا الإشي اللي أنا كنت معاهم فيه. في هذا اليوم دخلت على المؤسسة، ودخلت ورايا طفلة. طفلة هاي كان اسمها يارا. يارا كانت زميلتي في الأوتيل، كانت من أروع البنات اللي تشوفوهم بحياتكم. يارا صح هي 4 سنوات، بس من وهي عمرها 2 شهر كانت معاني من السرطان. أنا أنجزت إشي في حياتي، بس كان الخوف إنه مين هيسمع قصة يارا. أنا ممكن الناس، أنا في ناس بسمعوا قصتي، بس مين هيسمعوا قصة البنت هاي؟ مين هيسمع قصة الولاد هذول كلهم؟ مين هيحقق لهم أحلامهم البسيطة؟ صار إنه دخلت من ضمن مسابقة وانتخبونا 20 فنان. في هذه المسابقة قررت بعد كلمة أستاذ سليمان منصور، أنا بعتبره أحد الناس القدوة اللي بأثروا في حياتي في مشوارهم، قال الفنان الحقيقي إنسان بيوصف الواقع. أنا موجودة فين؟ أنا موجودة بينهم، أنا موجودة من يارا، بين صهيب، بين هدول الأطفال اللي بيأثروا كل يوم بحياتي، اللي ابتسامتهم هي بتعني لي كل الحياة. في هذا المعرض كانت من القصص الموجودة إنه إحنا كلنا كمرضى بنعاني من مرض، بنعاني من شخصيتين هي هذا المرض تبعنا، إنه إحنا بنحب الحياة بس بنفس الوقت إحنا مترابطين، إحنا في حاجة كبتة الحياة اللي فينا. كان في أقل أحلام الأطفال البنات إنه نفسهم يكون لهم شعر، نفسهم يعيشوا بطبيعية، نفسهم يكونوا من غير ديكور، من غير ما تحط لي باروكة علشان أنا أكون إنسانة طبيعية وتطلع علي بشكل عادي. هذا كانت أحلامهم، كانت أشياء بسيطة، إنه يكون مجرد إنه اسم، إنه يكون مكان ورقم، مش رقم، مش إنك تقول مريض السرطان ماتوا اليوم عدد من المرضى، بقولوش إنه عاشوا اليوم مرضى. أنا بقدر أقولكم إشي من تجربتي، أنا ما كانوش يصدقوا إن أنا مريضة،
شكلي ما بيوحيش إن أنا مريضة، أهلي ما بيوحليش إن أنا مريضة، أنا واحدة كل يوم بتطلع شغلها، كان عندي والدتي فتحت لي روضة، كنت كل يوم مع الأطفال، إنسانة فعالة في المجتمع، ويمكن هذه كانت إشي ما بيصدقوهوش لدرجة إنه في المستشفى كانوا يفكروني مرافقة، عمرهم لازم أقولهم الرقم تبعي أو يشوفوا إسوارتي اللي موجود عليها أرقامي. هذا هو الواقع تبعهم اللي هم شايفينه، مش شايفين إنسان ممكن يكون مريض، شايفين واحدة عادية. وهذا اللي أنا كنت بحاوله. وفي معرض قصة شعر إجبارية انفتح في أحلى يوم، في هذا اليوم أنا كنت آية الفنانة تنجح، مش آية مريضة السرطان، بس في نفس الوقت كنت بعبر عن الناس اللي بيعنوا لي أهم إشي، وهاي هي الرسالة الصحيحة، ما تحطش الناس في إطار. هذا كان أحلى إشي شعور إلي، لعندما مجرد صحفي رمالي كلمة كيف حال الكيماوي، هنا كانت نظرة الفخر ونظرة التساؤل اللي عند المرضى، عند المشاهدين، عند الحضور. معقولة هاي مريضة؟ أنا مش مهم، أنا كنت مريضة. اليوم بقدر أقولكم إنه أنا طبت. أنا بيوم خمستاعش اثنين أحلى يوم دخل علي الدكتور في أوضة العناية المركزة قال لي إياها كلمة، أنت هلأ انتهلت حربك، أنت هلأ عادية، بتقدر تعمل بدك إياه، بدي أنا أسمع إنه آية عملت معرضها الجاي. وهذا اللي أنا بحبه. كل إنسان له سرطان الخاص، سواء كان فلوس، فقر، إنسان، شعور، فقر، هذه أكبر مشكلة، حصار برضو مشكلة، علاج برضو مشكلة، هاي كلها حاجات هي اللي بتقيد أحلامنا، بتقيد اللوحة الكاملة الموجودة فينا. كل واحد فينا هو اللوحة اللي بيرسمها، كل واحد فينا هو الإحساس اللي بيسيبه في الناس، كل واحد فينا هو رسالة الناس اللي وراه. أنا بالنسبة إلي أنا بشعر إن أنا شعوب. أنا للأسف كانوا خايفين علي فحطوا لي الكرسي، كانوا خايفين علي، وهذا الشعور اللي أنا بحبه، إنه أنت سيب لي الظروف اللي تساعدني، سيب لي مكان أوقع عليه، سيب لي مكان إنه أنا أحقق حلمي من غير ما أخاف. وجود ناس كانوا خايفين علي حتى من الشنكل في السلك، وجود ناس سابوا لي فرصة إني أنا أحكي. كان تيدكس مجرد حلم، كان تيدكس بالنسبة إلي لأخواتي مجرد إلهام. كنا نتنافس مين فينا اللي هيحضر، كانت والدتي هي تبعت لنا إنه شوفوا هذا، احضروا هذا. بس اليوم أنا فخورة إنه أنا أكون واحدة من تيدكس، وفخورة إنه أنا أحكي لكم تجربتي. شكراً لكم.